من مساحتنا الصباحية سلمى من أرض الشهبة بمكان بيحمل عبق التراث، أكيد لابد أنه نتوقف قدام هالركن التراثي حلب، المدينة التي تعد أكبر بلاد مدن بلاد الشام وأقدم مدينة بالعالم، لا تزال تتعشق حداثتها وطرازها المعماري الحديث بتاريخها وتراثها. مع كندر عمار رئيس دائرة التراث بمديرية الثقافة بحلب، رح نتوقف عند أبرز ما يتم الحفاظ على تراث هالمدينة العريقة اللي نحن بنلمسه أول ما نوصل على هالمحافظة. يسعد صباحك، صباح الانتصار. اهلا وسهلا، صباح النور، سعيدة جدا بوجودي معكم. اهلا وسهلا، صباحك. ميت سلامة، اهلا وسهلا، نورتوا حلب. يخلينا اياكي. بالبداية نحن موجودين بهذا الركن، أهم ركن ثقافي يمكن. نعم. بحلب، قلعة حلب، قلعة الصمود والنصر. نعم. خلينا نحكي عن مميزات التراث الحلبي والأبنية التراثية الحلبية. نعم، كما نعلم أن مدينة حلب الشهداء هي أقدم مدينة في العالم، منظمة اليونسكو أكدت على هذا المعنى. وتعود مدينة حلب إلى 12200 سنة قبل الميلاد، يعني لك أن تتخيلي كمية الحضارات التي مرت على هذه المدينة. كل حضارة من هذه الحضارات تركت بصمتها الواضحة على هذه المدينة. ما نشاهده اليوم من قلعة حلب مثلا، قلعة حلب تعود للألف الأولى قبل الميلاد، وهي لا تزال شامخة أمامنا رغم أنف كل من حاول الاعتداء عليها. قلعة حلب الحمد لله لم تصب من جراء هذه الحرب عليها إلا ببعض يعني الأضرار الخارجية على سورها الخارجي. مدينة حلب شهدت يعني كما قلت كثير من الحضارات، يعني إذا أسعفني الوقت، الحضارات القديمة في العهد البرونزي كانت هي مركز عبادة الآلهة، البرونز القديم، البرونز المتوسط كانت عاصمة البابليين، البرونز الحديث أو المتأخر كانت مركز عبادة آلهة العاصفة عند الحسيين. في العصر الحديدي كانت عاصمة الآراميين. يعني كثير النقطة الهامة في الموضوع أن الحركة المفصلية في تاريخ حلب هو العهد الإسلامي، هنا بدخول القائد العظيم عليها خالد بن الوليد من باب انطاكية، بدخوله رضي الله عنه، بدخوله دخلت اللغة العربية بعد ما كانت اللغة السريانية موجودة فيها. أصبح هناك كثير من القفزات التاريخية والحضارية فيها، كل عهد من العهود الإسلامية أضفت طابعا عليها. يعني كما نلاحظ أن فرضا الجامع الذي أمامنا هنا، جامع السلطانية، هو من العهد الأيوبي، جامع الخسروفية بعد خانشوني، بعد خانشوني من العهد العثماني. يعني كل مرحلة من هذه المراحل أضفت طابعها عليها. هلا بالأضرار التي لحقت بها، مثلا على سبيل المثال للحصر، فرضا سوق المدينة، يعني سوق المدينة هو دخل كتاب جينيس للأرقام القياسية بأنه أطول وأقدم سوق في العالم مسقوف، يعني طوله يتجاوز ال 14 كيلومتر ويحوي على 39 سوقا، هو سوق طويل ويتفرع عنه 38 سوقا، فيه 5000 دكان. طبعا جراء الحرب للأسف الشديد تضرر أكثر من 1000 دكان في هذا السوق. سأتكلم لك فرضا عن الجامع الأموي. الجامع الأموي يعني عريق جدا، منذ بناه الوليد بن عبد الملك، وبدأ ببنائه وانتهى على عهد سليمان بن عبد الملك. مئذنته أيضا تكلمت عنها منظمة اليونسكو العالمية بأنها من أندر المآذن في العالم كلها، وللأسف الشديد أن هذه المئذنة سويت على الأرض في نيسان عام 2013. أبوابها 9 أبواب، باب جنين، باب الطاكية، يعني 9 أبواب خرب للأسف منها 4، ولا يزال الحمد لله قائم 5 أبواب. هذا بالنسبة للتراث المادي. التراث اللامادي طبعا أكثر ما تشتهر به حلب طربها، قدودها وموشحاتها، غنائها الأصيل، تشتهر بمطبخها. يعني أمس سمعت بأن
يعني إحصائية رتبت حلب بالمرتبة الأولى في مذاق مطبخها المميز. حلبي دقنا أنا وسلمى، يعني دقنا شوي منها، مو كتير لسه طمعانين. ما رأيك به؟ رائع. يعني له نكهة حلبية بس ما بعرف إذا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يعني تشتهر أيضا بصناعاتها النحاسية، الحرفية النحاسية، تشتهر بكثير من الأمور التراثية المميزة يعني. أكيد. نحن رح نروح يا سلمى كمان نروح نتعرف سوا على صرح ديني وتاريخي عانى الحرائق والحروب، لكن بقي المعلم الأهم بين جدرانه في زخارف ونقوش تعود لعصور مختلفة، الجامع الكبير بحلب، خلونا نتعرف عليه بهالتقرير. الجامع الكبير أحد أكبر المساجد في مدينة حلب، بناه الوليد بن عبد الملك عام 715 ميلادي، وأكمله أخوه الخليفة سليمان بن عبد الملك. عانى هذا المعلم الديني والحضاري من الحرائق والحروب، وقام السلاطين السلاجقة والمماليك بترميمه وبإضافات عديدة إليه. للمسجد الكبير 4 مداخل، واحد في كل جهة، ومحراب الجامع بني من الحجر الأصفر ويتميز ببساطته وجماله. تقع المئذنة السلجوقية وهي من القرن 11 في جهة شمالية، ويبلغ ارتفاعها 54 متراً، وهي مربعة الشكل، وتعتبر خير مثال لهندسة العصور الوسطى السورية وأول الأبنية الهندسة الإسلامية التي تطورت في العهدين الأيوبي والمملوكي. قسمت واجهة المئذنة إلى 4 أقسام، لكل واحد منها زخرفة مغايرة ولكنها منسجمة مع الأخريات، تفصل بينها نطاقات من الكتابة الكوفية وهي من أقدم الكتابات. أما القسم الأعلى من المئذنة ففيه محارب ومقرنصات وشرفة المؤذن الخشبية، وتؤرخ هذا البناء كتابة موزعة على أحزمة طوابق المئذنة. اكتسب الجامع الأموي في حلب شهرة على مستوى العالم الإسلامي نظراً لما يحتويه من زخرفة في فن العمارة الإسلامية وطراز عمراني قديم، فهو يحتوي على كنوز هامة، منها سدة الخشب المزخرف بألوان مختلفة في حرم الجامع، والذي نقش بكتابة تشير إلى عصر بانيها، والذي يعد من أجمل المنابر المزخرفة بالنقش العربي الهندسي المركب من خشب الأبانوس والمنزل بالعاج والنحاس البراق. زينب، أحد صروح حلب القديمة، ورح نرجع لنحكي مع حضرتك يمكن عن أهم المنجزات اللي عم تقوموا فيها حاليا كمديرية ثقافة على الأرض. نعم، مديرية الثقافة قامت بجهود كبيرة وحثيثة واضحة جدا، يعني أثناء الأزمة وبعد الأزمة، يعني برغم كل الظروف السوداء الحالكة التي حاطت بمدينة حلب، الظروف الصعبة جدا يعني، ولكن مديرية الثقافة بإداراتها الموفقة قامت بكثير من الفعاليات المختلفة، يعني التي تلبي جميع الأذواق، أذواق المواطنين وثقافاتهم. قامت ب يعني العديد من المحاضرات، الندوات، المعارض، الحفلات الموسيقية. يعني سأضرب لك طبعا على سبيل المثال للحصر، قمنا بإقامة مهرجان تراثنا مسؤوليتنا برعاية طبعا وزارة الثقافة. هذا المهرجان كان يعني مميزا جدا وشهد إقبالا جماهيريا جميلا جدا. هذا المهرجان تضمن على معرض جميل جدا وواسع، تضمن على حفلة موسيقية، تكريم لبعض الشخصيات الباحثة في التراث، أيضا شاركنا بورشة عمل قامت بها وزارة الثقافة تحت وزارة السياحة في الشهباء
فندق الشهباء شهباء حلب. هذه الورشة كانت تهدف يعني تقديم كل المخططات ويعني الاقتراحات من كافة المديريات للحفاظ على التراث المادي في حلب. فقدمنا ورقة عمل كانت يعني برأينا طبعا برأي مديرية الثقافة جميلة جدا ووافية جدا لكي ترفع إلى الوزارة. أيضا قمنا بعدة معارض مثل معرض الصابون الغار، معرض السجاد اليدوي، الزعتر البلدي، معرض الأشغال اليدوية الأول. هذه المعارض كلها تحت مسمى معرض حرفتي هويتي. هذه المعارض تقوم بشكل دوري في النصف الأول والنصف الثاني من السنة. أتكلم بشكل سريع عن معرض الزعتر البلدي، ولو كانت المادة المكونة يعني جدا بسيطة، ولكن يعني أنا شعرت بأنه كثير كان يعني الجمهور جزء ايضا من التراث الشعبي يعني حلب. انا لا يعني وجدته تفاعل جدا، يعني وضعنا عده عينات تذوق منها الحضور، صار حوار مباشر بين صاحب الحرفه والباحث في الحرفه، يعني حسيت انه صار تفاعل جدا. طبعا هذا كل يعني الحفلات حدثي ولا حرج، يعني فقط في عام 2017 قدمنا 25 حفله بين امسيه و غنائية وأمسية وحفلة طربية موسيقية، كلها طبعا قدود الحلبية والموشحات، رقص السماح، الميلوية، كله يعني في سبيل الحفاظ على هذا التراث وإعادة البريق له وربط الأجيال، يعني تقليل الفجوة بين الجيل الماضي والحاضر. نعم، شو بتحبي توجهي كلمة أخيرة طبعا لكل اللي عم يتعاون في الحفاظ على تراث حلب؟ مثل ما قلتي لنا كان في لجنة أيضا رباعية لتدرس أي اقتراح. سريعا يعني أنا أتمنى من كل قلبي أي باحث أو صاحب حرفة أو لديه يعني شغف في الحفاظ على تراثنا اللامادي مراجعة مديرية الثقافة قسم دائرة التراث لكي يشاركنا في عمل هذه اللجنة الرباعية التي شكلت من وزارة الثقافة، مشكورة للقيام بهذه المهمة. يا ريت من منبركم هذا أنه يتصل هذه الصرخة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. احنا بنتشكرك سلامي، يا اهلا وسهلا، نورتوا حلب. شكرا لك. شكرا لك.